شكرا جزيلا، جمعة مباركة. شكرا لك ولجميع المستمعين. أولا القراءة الأولى، ينبغي الإشارة إلى أن التعديل الحكومي هذا الأخير هو عبارة عن نوع من السير في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه المرغوب بالمقارنة بالنسبة للسياسات الاقتصادية المتبعة وبالنسبة لاختيار القيادات والكفاءات وبالنسبة للقوانين. ولكن هنالك ثلاث عناصر أساسية كقراءة أو أولية يمكن الإشارة إليها. أولا أن هذا التعديل جاء في إطار رد فعل الرئيس على عدم رضاه بأداء بعض الوزراء، يعني منذ ثلاث أسابيع، خاصة بعض الحقائب الأساسية. كذلك النقطة الثانية اللي مهمة تدخل في إطار هذا التعديل هو العودة تقريبا إلى أبناء القطاع والذين يشتغلون في القطاع طبعا، وهذا كان إشكالية، لأنه في البداية رئيس الجمهورية كان يعتمد على الكفاءة ولو بدون خبرة، والمهم الابتعاد عن الفساد. الآن فيه رجوع إلى الاختيار لصالح أبناء القطاع، وهذا طبعا واضح. في البداية كان لصالح الأمناء العامين في التعديلات الأولى، ثم الآن للمشتغلين في القطاع. نقطة ثالثة مهمة جدا، وهي أن هذا التعديل يدخل في إطار الاتجاه العام للبلاد أو الرأي العام النافذ وبعض الجهات المقاومة للإصلاح، ولكن يعني كان في هذا المطلب التأييد الشعبي للإصلاحات يعني التي تقوم بها السلطات العمومية. هذا نقطة. نقطة ثانية وهو أن بعض الحقائب كانت يعني في الحقيقة التعديل فيها ملح بالنظر إلى الأداء، مثل الخارجية، مثل النقل، مثل المالية، مثل الصيد البحري، مثل البيئة. وهناك تعديل كذلك كمطلب يعني كنقول الرأي العام وغيرها، وهناك تعديلات عادية مثل ما يحدث في وزارة العمل لولا تغيير الوزير ما كان يحدث هذا التعديل، وكذلك تعديل عادي بالنسبة لحقيبة الرياضة. جميل. هل كان متوقعا في رأيك دكتور حكمي أبو حفص أن يمس هذا التعديل مثلا وزارة التجارة، خصوصا وأنه كان فيه انتقادات من الرئيس قبل أسبوعين في لقائه مع وسائل الإعلام، كان فيه انتقاد لأداء بعض القطاعات الوزارية؟ كان متوقعا من ناحية وكان غير متوقع من ناحية أخرى. كان متوقعا من ناحية يعني الأوساط الاجتماعية ومن حيث الرأي العام والوسائل وسائل الاتصال كان متوقعا جدا، ولكن بالنظر إلى حجم الإنجازات وبالنظر إلى الأرقام المسجلة على مستوى قطاع التجارة وبالنسبة إلى السياسات المتبعة وهي سياسة السلطات العمومية وليست سياسة شخص، فكانت هنالك قفزة في الواردات، قفزة في الصادرات، ميزان تجاري محقق نتائج إيجابية 14 مليار درهم، فهذه تسجل لحساب الشخص على مستوى سجله. ولكن من جهة أخرى يعني كان متوقعا بالنظر إلى ما يلقاه يعني من انتقاد، وكان ذلك يعني كانت هناك تقريبا مقاربتين. المقاربة الأولى هي بناء اقتصاد محلي متين وتنظيم وتغطية التجارة على أسس سليمة، والنقطة الثانية هي التأييد الشعبي والحماية على القدرة الشرائية والمحافظة على كان فيه بعض الإخفاقات في قطاع التجارة دكتور حاكم أبو حفص، أليس كذلك؟ في تسيير بعض الملفات إن صح التعبير. إذا كنت ترى ذلك فأنا أؤيد ما تقول، ولكنني كخبير وكأستاذ في الاقتصاد لا أتفق معك في هذا الطرح، لأن وزارة التجارة منذ 2019 من الناحية الاقتصادية حققت نتائج كبيرة جدا. أكيد نحن لا ننكر ذلك سيد حكمي أبو حفص، ولكن ما تحدث عن الشح في بعض المواد الأساسية اللي تمثل مادة أساسية للتزود للمواطنين، تحدث عن الزيت على سبيل المثال، نتحدث عن الحليب اللي كنا شفنا طوابير في الماضي، هذا يعد إخفاق أليس كذلك؟ والله دائما أنا أصر على المقولة، وهي أنني شوف من الناحية الاقتصادية الحقيقة هذه ندرة الموارد الأساسية ولا المواد الأساسية بالنسبة للاقتصاد الجزائري لا تتوقف يا رجل على حقيبة التجارة ولا على الأستاذ هذا البروفيسور سمر الزيك، ولكنها تتوقف على طبيعة وهيكل الاقتصاد الجزائري. نحن لولا لم يأتي كمال الزيك كوزير التجارة وكان شخص آخر كان ذلك يحدث. لماذا؟ لأن الاقتصاد الجزائري من حيث التركيبة في خلل هيكلي، ولكن أعتقد أنه يبقى المسؤول الأول على قطاعه دكتور، أليس كذلك؟ طبعا كل وزير له مسؤولية مطلقة على القطاع، ولكن لا تنسى أن هذه الرؤية هي رؤية رئيس الجمهورية وأن السلطات العمومية هي تسعى في هذا الاتجاه.
هو بناء اقتصاد محلي متين. وحتى ان المناظرين تاع الاقتصاد عامه يقولون باللي كل اجراءات تتخذها الدوله تحدث اثار سلبيه على المدى القصير، والدليل على ذلك وسترى ذلك بام عينيك ان الامور لم تتغير كثيرا على مستوى الجبهه الاجتماعيه، وخاصه بالنسبه للسلع والمواد المتوفره في السوق والتي تشهد تذبذبا كبيرا، لم يحدث على مدار المدى القصير اي تغيير بها، لانها متوقفه على رهانات وعلى يعني ميكانيزمات وقواعد اقتصاديه. من المسؤول؟ من المسؤول عن هذه الميكانيزمات اذا ما كانش وزير التجاره اللي نسق مع الوزارات الاخرى، مع وزاره النقل، مع مش عارف وزاره الصناعه؟ صحيح، لابد من القاء المسؤوليه على جهلهم. وهذه المسؤوليه الحقيقه مسؤوليه النظام المتبع. هذا النظام المتبع الذي كان في السابق متحيزا للواردات، الان صار اقتصادا متحيزا للصادرات. كان متحيزا للانتاج الخارجي والمنتوجات اللي تجي من الخارج، الان صار متحيزا للمنتوجات الوطنيه. طبعا في هذا الاتجاه انت تقوم بهذه الاجراءات في اطار منظومه وفي اطار سياسات عموميه بدون تحذير للجانب المحلي. جميل. لابد ان يترك اثار سلبيه. وانا اقول لك بملء فاهي ان هذه الامور لن تتغير كثيرا في المستقبل القريب. جميل جدا. طيب، لانها امور طبيعيه ناتجه عن طبيعه الاقتصاد وليس عن سلطه او حقيقه وزاره التجاره او الفلاحه او الصناعه. طيب، اشكرك جزيل الشكر دكتور حكمي بحفص على هذه المداخله. مشاهدي الافاضل، اخبارنا لا زالت